الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. أكد خبراء اقتصاديون أن جدول موازنة عام 2024 تمثل تحديا مهما للعراق، فيما لفت إلى أن العجز المالي المتوقع يمثل تحديا خطيرا لاستدامة الدين العام. وأضاف الخبراء أن الاستقرار الاقتصادي والمالي يرتكز على وضوح وتوجيه النفقات والإيرادات الحكومية، مشيرين إلى أن تأخير الموازنة يمكن أن يؤدي إلى تعثر التخصيصات المالية للمشاريع الاستثمارية والخدمية، ما يعرض استمرارية التنمية الاقتصادية للتوقف. أكدت اللجنة المالية النيابية أن جدول الموازنة لعام 2024 لا يتضمن سلم الرواتب أو تعيينات جديدة. وقال عضو اللجنة مصطفى الكراوي إن جدول الموازنة عام 2024 المرسلة من قبل الحكومة لا تتضمن سلم الرواتب الجديد، مبينا أن السلم يفترض أن يرسل كقانون منعزل عن الموازنة، وهو ضمن صلاحيات الحكومة حصرا، وليس للبرلمان أي صلاحيات في زيادة الرواتب للموظفين. كما بيّن القرعاوي أن جدول الموازنة المرسلة لا تتضمن إطلاق أي تعيينات جديدة، خاصة في ظل الارتفاع في النفقات، إضافة إلى ارتفاع نسبة العجز المالي. دعا مكتب مفوضية حقوق الإنسان في البصرة مجلس المحافظة إلى تحمل مسؤوليته إزاء ما تقره الحكومة بشأن موازنة البصرة. وذكر المكتب أن البصرة تعد المحافظة المنتجة الأولى للنفط، لكن موازنتها لا تكفي أو غير منصفة وظالمة لأهل هذه المحافظة التي يباد أهلها لأسباب كثيرة، منها التغير المناخي وتصاعد الأورام والفشلين الكلوي والكبدي وأمراض أخرى تتزايد فيها نسبة الوفيات. وتساءل المكتب عن أسباب إيقاف العمل بالفقرة الخاصة بملف تحلية المياه، كما طالب مجلس المحافظة بالتشديد على إضافة موازنة خاصة لمكافحة التلوث وظاهرة المخدرات. بررت الشركة العامة لتوزيع المنتجات النفطية التابعة لوزارة النفط أسباب لأزمة الوقود التي ضربت بعض محافظات الوسط والجنوب بأنها تفاقمت جراء موجة الحر واستخدام التبريد. وقال مسؤول الإعلام في الشركة رافض صادق إن ما حصل في بعض مدن الوسط والجنوب ليس أزمة وقود، بل هو ارتفاع بالطلب على زيادة درجات الحرارة وقيام أغلب أصحاب السيارات بتشغيل التبريد وحصول صرف كبير في الوقود، ولا يتعلق الأمر بوجود أزمة على حد قوله. أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن صادرات العراق النفطية لأمريكا ارتفعت خلال الأسبوع الماضي. وقالت الإدارة إن متوسط الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي من 8 دول رئيسة بلغت أكثر من 5 ملايين برميل يومياً، منخفضة بمقدار 406 ألاف برميل باليوم، فيما بلغت صادرات العراق النفطية لأمريكا أكثر من 300 ألف برميل يومياً الأسبوع الماضي، مرتفعة بمقدار 116 ألف برميل يومياً عن الأسبوع الذي سبقه. إلى أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وأسعار المعادن.
ختام الموجز إلى اللقاء.